بنظرة بكرة يحلم بيها تبقى فكرة نعدي عليها تبقى ذكرى فاتت وراحت قيمتها كبيرة او كانت نكرة في النهاية حلمنا وكان عندنا القدرة فالفكرة هي البداية مش كفاية تفكر بس اتعب للنهاية كل شيء جميل جوا جوايا فالراية البيضة مش هتكون تاني مرفوعة افكارنا حقيقة في كل مكان هتكون مسموعة متبوعة من اجيال جاية بعدين تدور عليهم بعد ما كان علينا بايدينا زرعنا اول بذرة في الجنينة كل خير وسعادة فيهم رمينا واستنينا بصبر خير عملت ايدينا فثانية بنظرة شاملة شوف حياتك شوف عملت ايه ليوم وفاتك شوف لما حلمت قدرت ازاي لما تعبت كسبت وقفت حاربت عدو باغي وليها ذنب شوف ازاي بفكرة بسيطة اتقدمت من افكارك من افعالك اتعلمت فكبرت فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان افكارنا جميلة عدينا البر الامان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الانسان فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان افكارنا جميلة عدينا البر الامان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الانسان في العقل الحكمة والقلب غريزة فتحكم عقلك لمشاعرك ما تكونش فريسة في طريق الحكمة فيش مكان لحاجة عزيزة اساليب الفكر حكمة تناقض الغريزة وفي فترة وجيزة زي هتواجه التشابه بين الفكر والجنون جابه فكرة الركون حرك السكون بين الناس فين ما تكون بالمضمون غير ما تقولش صغير كتير غيرك اتحير صدقني العمر قصير فقوم بسرعة والحق على احلامك يلا ازهق من قعادك قوم ونفس فكرة جاتك استفيد بسنين حياتك من هنا وبس هتكون نجاتك فلازم تصحى كده وتفوق بدل ما تلاقي نفسك في خانة دنياك بقيت مزنوق العقل ده نعمة وانت بيها وحيد مخلوق صدقني لازم من فوائدها تدوق فقولني ليه مخنوق بالفكرة حلوة كل حاجة تقيلة بتروق وهيطلع الشموع فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان أفكارنا جميلة عدينا البر الأمان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الإنسان فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان أفكارنا جميلة عدينا البر الأمان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الإنسان فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان أفكارنا جميلة عدينا البر الأمان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الإنسان فكرة موجودة في كل حتة وكل مكان حقيقة كبيرة مش مكتوب ليها النسيان وعشان أفكارنا جميلة عدينا البر الأمان الفكرة حقيقة موهوبة تباني الإنسان فكرة أنا هنفكر صح هنبني بلدنا صح وهنطلع قدام Yeah.